إذن السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف ما كتشاهدوا بأحد المصحات بعملة المحمدية تواجد القوات المساعدة وكذلك أعوان السلطة اللي منهم اليوم كلهم تبرعوا اليوم إخواني أخواتي، كلهم اليوم بينوا على الروح الوطنية والروح العالية الإخوان ديال الوطنية وكذلك الإنسانية. فالمغاربة دائما اي مواطن في اي مواطن سولتيه الا وبقى في الحال الا وتالم الا وما كرهش انه يكون في هذه اللحظات في مكان وقوع الكارثه، الناس اللي تضروا بشكل كبير من اجل مد يد المساعده لهاد الناس. فبالنسبه للخطوات اللي كيمروا منها الناس، فاول خطوه عند الباب الا وكتجي عند هاد السيده اللي كتعبر الطونسيو، كيعبروا الطونسيو في هاد البلاصه الاخوان كيف ما كتشوفوا باش يعرفوا ليطاب، بان الدم ما كيتعطاش بسهوله، الدم كيدوز من واحد ليطاب عاد باش كتقدر تاخذه، ومني كتاخذه راه خاصو يوصل كذلك بشكل سليم الجسد ديال المستفيد. كيف ما كتشاهدوا اخواني اخواتي هنا الناس كيعبروا الطونسيو، هنا كاينين دي كيسيون اسئله كيسولوهم، واش عندك شي مرض مزمن، واش كتاخذ شي ادويه، واش عندك وشام، لان الهدف من هذا الشيء ماشي هو الهدف ان الانسان يعطي الدم، فالهدف هو ان الدم يكون سليم ويوصل للجسد ديال المستفيد بطريقه سليمه. فدائما كنوجهوا تحيه شكر وتقدير لكل السلطات الامنيه والقوات المساعده وكل اداره التراب الوطني اللي ساهره اليوم في هذه الكارثه اللي وقعت، لان اليوم شفنا كاع المغاربه كاع المسلمين الاخوان، لان السعوديه والدول العربيه كلهم بينوا على اننا يد واحده، ونتمنوا دائما نبقاو بحال هكا لاننا شعوبا وقبائل، باش نتعارفوا باش نتعاونوا باش نقدموا يد المساعده ونكونوا يد واحده اخواني اخواتي. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فبعض الاشياء اخواني اخواتي فهي كتكون عبره بعض الاحيان باش نستافدوا، بعض الازمات كنمروا منها كنستافدوا منها اخواني اخواتي، كنحاولوا اننا ناخذوا منها العبره، الانسان ياخذ العبره. فمن خلال هذه الكارثه ديال كورونا وهذه الكارثه اللي كنعيشوها اليوم، شفنا بان المغاربه كلهم يد واحده، شفنا بان المغاربه كلهم كيقدموا يد المساعده، كلهم يد في يد كيضافروا الجهود من اجل انهم يزيدوا بهذا البلد الحبيب الامام، برهنوا على الانسانيه ديالهم. فتحيه لكل ادارات التراب الوطني اللي قدمت اليوم يد المساعده للوطن ديال الحبيب. فتحيه شكر، لاننا ليله امس وجهنا رساله للسيد المندوب، قلنا للسيد المندوب اننا ما كرهناش واحد النقطه، لان ليله البارح الاخوان الناس ما لقاوش فين يتبرعوا بالدم، ولكن تواصلنا مع السيد المندوب وقالنا باننا دايرين اجتماع بخصوص هذه القضيه هذه، وشفنا اليوم ان هناك تجاوب لا من المندوبيه الناس ديال الصحه الشخص المندوب، لا من الاطر الطبيه، كذلك حتى المواطنين المغاربه، حتى من المواطنين المغاربه اللي جاوا اليوم باش يقدموا يد المساعده ويعطيو اغلى ما لديهم هو الدم ديالهم الاخوان. فتحيه لهم كبيره، دائما يوسف عباد الله يحييكم ويشكر كل الناس اللي ساهره على هذه العمليه ديال التبرع بالدم، وكل الناس اللي تبرعات وكل الناس اللي فيها الحب اللي كتملك حب الوطنيه وحب والانسانيه كذلك، فهذه هي الروح الوطنيه. شكرا، ونتشافي بعد القضاء على امان نلقاكم في فيديو اخر دائما في الارسال يوسف عباد الله على المنبر بالبريس، الى اللقاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.